وينضم معنا من عمان الأستاذ حسين العليان، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا ومرحبا أخي الكريم. بداية أستاذ حسين، بعد نداءات اللجنة المنظمة للتظاهرات، طلبة المدارس والجامعات في بغداد والعديد من المحافظات الأخرى يجددون نزولهم للشارع للتظاهر. ما هو البعد السياسي من دعم الحركة الطلابية لانتفاضة تشرين؟ يعني هم طول عمرهم الطلاب ركن فاعل في الحياة السياسية والاجتماعية لكل الشعوب، ومظاهراتهم كانت دائما هي السباقة، لأنهم هم الفئة الأكثر يعني وعيا والأكثر اهتماما بشؤون وطنهم، وبالتالي الاعتصامات للطلاب وغير الطلاب لكل فئات الشعب هي مسألة ضرورية أجازها الدستور وأجازها القانون، وقد تكون هي الأفضل في الضغط على السلطات الاستبداد في كل مكان. طيب سيد حسين، يعني الإضراب العام الذي استجابت له نقابة المعلمين والطلبة، كيف ساهم في دفع الحراك الشعبي للأمام مقابل تراجع الموقف الحكومي الذي يصر على استخدام العنف ضد المتظاهرين؟ يعني النظام في بغداد لا خيار أمامه إلا أن يسلم لإرادة الناس في المحصلة النهائية، وله يعني وليس من مصلحته زيادة فاتورة الدم في الشوارع، لأنه هذا سيثقل الحساب فيما بعد على السلطة الفاسدة. وكان الأجدى أن هذا النظام يعني وصل إلى طريق مسدود، أن يبحثوا عن وسائل أخرى لو كانوا أصحاب إرادة سياسية، بس أنا أعتقد مجمل النظام السياسي في بغداد ليس صاحب إرادة في تقرير لا مستقبل العملية السياسية ولا النظام السياسي ولا حتى العراق، وبالتالي هو يخضع لأجندات مختلفة ليس لها مصلحة في أمن واستقرار العراق وإعادة بناء ونهضته. نعم سيد حسين، سنتحدث عن هذه الأجندات التي تحدثت عنها. طيب، استشعار هذه الحركة الطلابية لعدم وجود مستقبل واضح المعالم في البلاد هو أحد الأسباب التي دفعتهم للتظاهر. فشل الطبقة السياسية في إدارة البلاد رغم هذه الموارد والفساد، إلى أي مدى أدى لوصول الواقع في البلاد إلى هذه الحال؟ هو أكيد العنصر الرئيسي، يعني فشل النظام السياسي وعقم النظام السياسي، مو بس فشل النظام السياسي، النظام السياسي عقيم غير قادر على إصلاح ذاته بذاته، آلياته ليس لها من المرونة بما يكفي، لأن النظام يعني يستطيع تجديد نفسه أو أن يقدم تنازلات لحساب الوطن أو أن يعيد النظر في صياغة العديد من المسائل اللي بطالب فيها المتظاهرين اليوم. النظام السياسي في العراق نظام عقيم مقفل، ليس أمامه خيار إلا الرحيل. وأنا ما بعتقد وصلت الأمور بعد أكثر من 5-6 مرات يتظاهر شعب العراق، من 2008 تذكر، من 2010 و2012 و14 و15، والناس تتظاهر للإصلاح، والنظام يعني لم يراعي أي من مطالب الناس، لأنه لا يملك حل مشاكل الناس ولا يملك حل مشاكل الوطن، وبالتالي هو نظام يعني إطار لقوة متنفذة في الإقليم والمجتمع الدولي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تحرك ساكنا، وهي التي تقيم الدنيا وتقعدها في أي مكان آخر في هذا العالم. أوروبا صامتة. نعم أستاذ حسين، نعم تحدثت عن أجندات خارجية، دعني أسألك سؤال. لجوء القوات الحكومية إلى هذا العنف المفرط وسط الحديث عن اجتماع قاسم سليماني بقادة الأحزاب لضرورة إنهاء التظاهرات على الطريقة الإيرانية، ما الخطر الذي تتحسسه إيران من هذه التظاهرات؟ يعني ليس من مصلحة العقال في إيران أن يقبلوا بدم العراقيين، لأن هذه الظاهرة ستنتقل إذا ما استمر القتل واستمر إطلاق النار واستمر يعني سيل الدماء في بغداد، فلن تستقر إيران، لن تستطيع أن تحكم الناس بالقوة إلى ما لا نهاية، لن تستطيع أي ديكتاتورية في العالم حكم الناس إلى الأبد،
والإيرانيين اليوم إذا ما قرروا أن يعيشوا بسلام عليهم الانسحاب من الشان العراقي وترك العراقيين لشؤونهم ليحلوا مشاكلهم بإرادتهم الداخلية. فأنا لا أعتقد أنه في عاقل في إيران له مصلحة في أن تستمر، هناك قوة متطرفة. نعم سيد حسين، كما قلتم القوات الحكومية وحتى من يقبعون في المنطقة الخضراء في سلطة الخضراء يقولون أنهم لن يقبلوا بهذه المظاهرات. طيب بالمقابل، مقابل العنف الذي تقوم به القوات ضد المتظاهرين، رأينا تمسك المتظاهرين بالسلمية وسط تأكيد صحيفة نيويورك تايمز كما تعلمون أن أسطورة الطائفية في العراق مزقت في تظاهرات تشرين. هل يمكن القول أن انتفاضة تشرين تكتب فصلا مختلفا في تاريخ العراق سيساهم في دعم رؤى المتظاهرين بالتغيير؟ يعني أنا أعتقد أنه الوضع اليوم هو ليس كما سابق، وحتى لو لم لا قدر الله تنجح هذه الانتفاضة في أن تصل إلى مبتغاها النهائي فهي أسست لهزيمة النظام السياسي بلا رجعة، وهناك إصرار واضح من الناس على ترحيل النظام السياسي. النظام السياسي ساقط لأنه مفلس، النظام مفلس عن تقديم أي من الإصلاحات أو الإنجازات للمتظاهرين وغير المتظاهرين. تذكر يا صديقي أنه الناس لما تنزل للشوارع بالسلمية، غاندي أنجز تحرير الهند بشكل سلمي، غاندي، وأسقط بريطانيا العظمى في ذاك الوقت. فلا أعتقد لا هاي السلطة ولا داعميها يستطيعوا أن يصمدوا أمام إرادة الناس. طيب سؤالي الأخير، تحدثتم عن مستقبل هذه التظاهرات في العراق، ماذا عن مستقبلها؟ إلى أين تمضي بعد بيان اللجنة المنظمة للتظاهرات بضرورة مساندتها شعبيا وسط إصرار الحكومة على منع وصول المتظاهرين للمنطقة الخضراء سيد حسين؟ والمسألة يعني أنا لا أتفق مع حالة السكون التي تعاني منها بعض يعني تعاني منها المظاهرات، أن تبقى ساحة التحرير برمزيتها نتدفق على التحرير. كل العراق هو ساحة تحرير، كل العراق سيساهم في إضعاف سلطة الفساد والاستبداد وإسقاطها، وبالتالي يعني اليوم لا عذر لأي مواطن متضرر من هذا النظام السياسي، والوطن متضرر الأكبر أن يبقى ساكت. كل يستطيع أن يقدم شيئا في هذه يعني في هذا المجال. الاعتصامات مهمة، الإضرابات مهمة، وهي الأكثر فعالية في إسقاطها وتقليل الدماء. لا أحد لديه عذر، لا من الشمال ولا من الجنوب، لا من العرب ولا من الكرد، ولا أي مواطن في العراق له مصلحة أن يبقى يعني يتفرج. وصلت الفكرة الأستاذ حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، شكرا لانضمامك إلينا.